خير؟ جايين نستلم البيت يا أبو عطا. ها، وأنا ما راح أسلم كل البيت ولو على روحي. لا تعارض يا أبو عطا، رح ناخذ البيت ولو بالقوة. وأنا عامل لك ما راح أسلمكن إياه ولو على روحي. شو ما عم تفهم يا فندي؟ ابعد هيك عن الباب، بعد تبعد عن الباب وامشوا من هون. فوتوا على البيت. طول بالك طول بالك، وين 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 وين، طول بالك يا ابني. شو في يا فندي؟ شو في؟ هذا مو شغله. هدي حالك شوي يا فندي، هدي حالك، خلينا نتفاهم. ما في تفاهم، واليوم بده يسلمنا البيت وهلا. شو يا بعطا؟ مثل ما انك شايف يا ابو جوزيف. لك يا عمي مهلوه كم يوم بس لبين ما يلاقي بيت يسكن فيه، بعدين انتو ما عطيتوه على وضعه هذا البيت. ايه مو شغلتي، بيراجع الحكم دارية بيعطوه بيت بداله ما بيعطوه، ما دخلني انا. اليوم بدنا نستلم البيت وهلا. عم بقول لك بس مهلوه كم يوم لبين ما يلاقي بيت يسكن فيه، يعني بدك اياه ينام بالطريق هو وعياله؟ يومين وبس. يومين يومين. ماشي. شايفة حماني يا بعطا؟ يا عمو شو رأيك نخطب لأخي هشام كوكب بنت أم فكري؟ كوكب ما غيرها. ايه الشبهة يخزي العين عليها، ما شاء الله حلوة ومتقنة ونضايفية وست بيت. ايه ما اختلفنا، بس أبوها دومري الحارة. ليش شو بو أبو فكري خالتي؟ ايه والله ما حدا بيسترجي بالحارة يحكي عنه هيك كلمة زاحلة. وغير هيك طلعت بتقرب بيت البكواتي بالرضاعة، يعني هند خانه بتكون عمتها. ليش نحنا شو بدنا بالقربة لك سعدية؟ نحنا بدنا البنت مو قرايبينا، سليمة وهند خانم يا بعدي. ما كل الحارة عم يقولوا انهم قرايبين بيت البكواتي. ليش هنن اصلا معترفين فيها؟ لك يعني بتضل قرايبتهم اختي. على هالقربة. هلا شو بدنا بهذا الحكي؟ قرايبتهم ولا مو قرايبتهم؟ المهم انا شايفة هالبنت خرجت تكون من نصيب اخي هشام. ماشي يا مو ماشي، خلينا بالاول نسأل اخوك خطاب. اخي دغري رح يوافق يا مو. ان شاء الله يا مو ان شاء الله. بكري نعم علام. يخرب بيتك على هالقصة، روح جيب لي نارا. حاضر معلم. تعال قبل ما تروح لب الأبعيد. عم روح. شو هذا الصاي؟ إذا الميات مو سخنية اليوم ما راح يدفع لك أجرها. لا سيدي الميات مثل النار، بقالات تلبسها. أنا عم تلبسها لك أبو فهمين. إيه سيدي مشان ما تدفع الأجرة. وإنت قلت ما راح أدفع لك الأجرة، شو رأيك؟ لا سيدي بدك تدفع الأجرة وفوقها إكرامية كمان، شو رأيك أنت؟ ها ولمين الكرامية؟ لا للشغيلة تبع الحمام يا بي. السيدو أنا ما رح أدفع لا إجرة ولا إكرامية، شو رأيك؟ كأنك رجال بتحط رجليك برات الحمام لشو؟ عم تهددني أبو فهمي؟ روحنا يا هاجي يا فندي. أنا هاجي يا فندي. كلا بعدنا. شفت لي شو بده أبو فهمي؟ شو بده؟ قال شو؟ بده يعني ادفع إجرة الحمام لو فوقها إكرامية للشغيلة. أنا على مؤاخذة أولادي ما بكرمهم. إيه عدم المؤاخذة، أنا الحمام ماني فاتحه سبيل على روح المرحوم جدي. شو يعني؟ يعني مثلك مثل غيرك، وإذا بيجي أبو حمدي بذات نفسه بده يدفع الأجرة والإكرامية كمان. شو أبو حمدي ناجي؟ علين حمدي. شو قصته المختار؟ لا لا ولا شيء، تعال أحكي لك قصة. تعال بعد اللي صار مع ناجي نويت ارجع على اسطنبول وبعد عنا. يا ريت يا ريت نسافر بكره. راح ابيع كل شيء اشتريته بالحاره ولو بخساره. ايه عشر عشر الله يخليك.